برحب فيكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا مرة تانية. وحنبتدي نعمل هلأ طبق حلو كتير لطيف، تجهيزه كتير بسيط وقيمة غذائية عالية جدا. هنعمل بسكوت الشوفان بالشوكولاتة. نشوف مع بعض المكونات. بسكويت شوفان بالشوكولاتة، نصف كوب زبدة، واحد كوب سكر، نصف كوب حليب كامل الدسم، ربع كوب بودرة الكاكاو السادة، ربع ملعقة صغيرة ملح، نصف كوب كريمة الفستق الناعمة أو الخشنة، واحد ملعقة صغيرة هيل ناعم، 2.5 كوب شوفان، نصف كوب زبيب، نصف كوب مشمش مجفف مفروم، نصف كوب تين مجفف مفروم، نصف كوب فستق حلبي. أعزائي، وصفة البسكوت بالشوفان اللي حنعملها وصفة كتير لطيفة، وبنفس الوقت بتقدروا تنوعوا وتغيروا في عدة إضافات. حقترح عليكم بعض الاقتراحات ونشوف مع بعض أول خطوة حنعملها. نتحدث عن الشوفان. عم بستعمل الشوفان الجاهز، موجود بعدة ماركات في السوق. نختار دائما النوع الجيد، نوع فاخر، عشان فعلا بتفرق معنا المنتجات. دائما كل ما أخذنا النوع الجيد كل ما كانت النتائج أفضل. هحتاج سكر، وممكن أستبدله بالسكر البني إذا حبيته طعم السكر البني أكثر. وعندي هون زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني أو البينات باتر. ممكن أستعمل الناعمة، ممكن أستعمل إذا حبيت الكرانشي منها، حسب رغبتكم. مع هذا النوع من الكوكيز أو البسكوت اللي حامله الاثنين بيمشي الحال، ما في مشكلة عندي. هستعمل بودرة كاكاو سادة، وعندي تشكيلة من الفواكه المجففة والمكسرات. تين مجفف مقطع أو مفروم قطع صغيرة، مشمش مجفف مفروم، زبيب، وعندي فستق حلبي. ممكن أضيف طبعاً جوز، ممكن أضيف كاجو، ممكن سنوبر، ممكن بينت مطر كمان إذا حبيت أكثر الفول السوداني أقصد. ممكن أي نوع من المكسرات ألغيها خالص، أكتر أستعمل نوع، أستعمل تشكيلة زي ما أنتوا بتحبوا. بالنسبة للفواكه المجففة ممكن كمان أستعمل نوع واحد فقط، وأستعمل إذا حبينا خليط ممكن القراصية. يا سلام على طعم القراصية معها، كتير طيب. إذا حبيتوا كمان ممكن نستعمل قشور البرتقال اللي هي بتبقى كانديد زي اللي عليها السكر، هذه بتبقى كتير حلوة. الفواكه المجففة كمان تشكيلة الفواكه بتبقى كتير حلوة. أي نوع بدكم تحطوه بنقدر نستعمله. والأوبشن الثاني، دائما بحب أعطيكم أنواع كتير، ممكن نلغي كل هذا ونكتفي فقط إنه نعمله بالشوفان، بيبقى طعمه كتير طيب. بيبقى عندكم كتير إضافات وعندكم كتير اختيارات حسب أنتم ما بتحبوا. ودائما نسأل للأطفال مثلا، أفراد الأسرة، ممكن حدا بيحب صنف معين نهتم فيه، بحس إنه إحنا عاملين له خصوصي هذا الصنف إله، بيقدر أكيد هذه الخطوة. ودائما الأطفال ندخلهم بعض الفواكه المجففة، فيها ألياف، فيها معادن، فيها قيمة غذائية عالية، بتعوض تقصيرهم إذا كان عندهم أي نقص في أي قيمة غذائية مختلفة. نتحدث أعزائي عن الطعم. عندي هون هيل، وهذه على حسب رغبتكم، ممكن أشيله خالص، ممكن أحطه، ممكن أحط رشة جوز الطيب، ممكن أحط رشة قرفة، إيش أنتوا بتحبوا في الطعم هذا البسكوت برضو بتقدروا تتحكموا فيه. الوصفة الأساسية هي فقط أنه أنا عندي الشوفان وعندي الزبدة والسكر، وهذه كلها إضافات نتحكم فيها زي ما بدنا. الحلو في هذه الوصفة أني أنا طبعاً حجيب صينية فيها قطعة من ورق الزبدة، بس هاي الصينية ما حتدخل الفرن. هذه الوصفة ما حدخلها الفرن، والحلو فيها أنها وصفة بتنعمل يعني بطريقة مختلفة تماماً، وسهلة وبسيطة وصحية. ودائماً تقولوا لي منال اعملي لنا وصفات صحية، أنصحكم بتجربة هذه الوصفة. لو أخذتوا قطعتين ثلاثة في الدوام تعتبر سناك رائع جداً وبتشبع وكتير كتير مفيدة. كيف بدنا نطبخها وكيف بدنا نجهزها؟ هاي السؤال. هاخد الحليب والسكر والزبدة والبينات بتر، وحطبخهم على النار بطريقة كتير لطيفة. في أي كاسرولة، في أي قلاي أو أي طنجرة مناسبة، ببتدي أحط الزبدة أضيف السكر وحضيف الحليب
وزبدة الفول السوداني أو البينت باتر، كل هالمكونات مع بعضها حسخنها على النار، حضيف الهيل وحضيف الملح وأبتدي أقلب لغاية ما هالخليط كله مع بعضه يغلي. ممكن على فكرة اللي بيحبوا التمر تقدروا تعملوها بالتمر برضه، هيبقى طعمها كتير رائع. ممكن نحط زعفران مع الهيل، ممكن نلغيه خالص. عايزة أقول ملاحظة برضو مهمة بالنسبة لهذه الوصفة أعزائي، المقادير تقريبية وحقولكم إيش السبب. إذا عم نستعمل فواكه مجففة ومكسرات أكيد حتاخد كمية من الخليط هذا، فبنقلل الشوفان. عشان هيك أنا هلأ لما بضيف الشوفان حضيفه حسب كمية الفواكه اللي عم بستعملها أو المكسرات. عم بشم طبعا ريحة البينت باتر بدأت تطلع، ريحة الهيل رائعة جدا. مجرد ما هلأ ما تبدأ بس تغلي عندي شوي أبتدي أعزائي أضيف بودرة الكاكاو وأقلب شوي شوي لغاية ما تندمج مع بعضها بهالطريقة. أنا بدي إياها تغلي، وبتغلي فقط لمدة دقيقة مش أكتر من هيك خالص. كل هذا هلأ حيدوب مع بعضه، نستمر بالتقليب بطريقة بسيطة جداً، والريحة ما شاء الله. فيكم إذا حبيتوا تستبدلوا السكر برضو تحطوا عسل، شوية عسل، وتظبطوا كمية الشوفان على حسب ما بدكم. يأخذ غلوة فقط على نار متوسطة لمدة دقيقة أعزائي، ونبتدي هلأ نضيف بقية المكونات. لاحظوا كيف عم يغلي وهيك عم بيبدا هيك يتقل مع بعضه. لاحظوا كيف القوام صار، والكاكاو عندي داب وكله اختلط بشكل رائع. هاي الخطوة كتير مهمة. لاحظوا كيف صار كثافة الخليط. هلأ بطفي النار، خلص خلصنا هذه الخطوة. هحطه قدامي وأبتدي أضيف الشوفان بالتدريج. هقلب، وأنا بقلب وبضيف الشوفان أستنى شوي، أعطي مجال للشوفان إنه يمتص السوائل، لأنه طبعاً الشوفان حيتشرب بهالسوائل هذه. لاحظوا عم يبدأ يتقل عندي شوي شوي، وأبتدي أعزائي هلأ أضيف الفواكه اللي أنا حابة أستعملها. ليش بضيفها من هلأ؟ عشان أعرف هل محتاجة شوفان كمية أكبر أصغر. يمكن أنا بدي كمية المكسرات أضيفها كبيرة، كمية الفواكه، فهاي الوصفة بدها شوي مرونة منكم حسب ما أنتوا بتحبوا. أضيف، ممكن كنا خلينا كم حب هيك، ممكن خليهم على الوش بيعطيني تزيين لطيف. عندي التين وأقلب، بنلاحظ كيف عم يتقل معي. كل ما عطيته مجال ليتشرب الشوفان بخليط، ما شاء الله الريحة، ريحة الشوكولاتة مع الهيل. إذا بدنا نضيف التمر بنضيفه بهذا الوقت كمان. حضيف هلأ فستق حلبي وأقلب.
وحبتدي هلأ أضيف مزيد من الشوفان. بعمل تيست، خلينا أورجيكم التيست اللي أنا بدي أصدي فيه. خلينا أجيب سباتولا صغيرة هيك معي. بعمل تيست خفيف قديش كثافة القطعة من هذا الكوكيز أو البسكوت. نشوف، هاخد قطعة وسقطها على الصينية اللي عليها فيها قطعة من ورق الزبدة. بدكم إياها عالية، بدكم إياها فلات، أنتوا زي ما أنتوا بدكم. لاحظوا هون أنتوا بتتحكموا، بقول لكم هذا البسكوت لذيذ وغريب ورائع وفيه كل الأشياء الحلوة. لاحظوا قديش أنا بدي إياها عالية، بدي إياها أكبر، أعتقد الكثافة هيك معقولة، هيك لطيف يعني. ممكن إذا حبيتوا تزودوا رشة تانية من الشوفان حسب رغبتكم. أنا مش عايزة أضلني أقولكم في هذه الوصفة، يعني صرنا قايلين يمكن 25-30 اقتراح، بس أعطيكم كمان اقتراح مش هاين علي. بديش إياكم تتعبوا في المطبخ. شايفين الصينية هاي اللي أنا حاطة فيها قطعة من ورق الزبدة؟ فيني أخذ كل الكمية هذه وأصبها فيها، أوزعها هيك، أخليها تبرد وأقطعها إلى بارز، وبتبقى زي ال مش بنسموها ال بسموها انرجي بارز، هدول بقدر اخذها على الدوام سناك وقت اي وقت للاطفال تستمتعوا بطعمها. عشان هيك الافكار في هذه الوصفه كثير كثير كبيره. نبتدي اعزائي ناخذ كميه اخرى ونشوف قديش حجم البارز، اقصد الكوكيز اللي انا بدي اياه. بدي اياها عاليه شوي؟ لا، بدي اياها مدوره مفروده. اضغط عليها شوي بهالطريقه، تحكموا فيها زي ما بدكم. ناخذ قطعة كمان، وحاعطيكم برضو اقتراحات للتزيين. لاحظوا نعملها على شكل كرة، وبعدين ضغطة خفيفة بهالطريقة. نعمل واحدة كمان. فينا أعزائي نطلب من الأطفال يقوموا بمهمة التزيين، ضغطة خفيفة لغاية ما تصير عندي زي قرص خفيف. بالنسبة للتزيين نقدر نحط كم حبة من الفستق قبل ما ينشف تماما، فبيلزق معه بطريقة كتير لطيفة. خليني أخلي لكم إياها بهالطريقة. وعندي هون كم حبة من المشمش بحطها قبل ما ينشف عندي تماما، وعندنا كم حبة من التين برضو حيبقى بهذه الطريقة هاي. أو إذا حبينا على نفس القطعة الواحدة فينا أحط التين، فينا أحط المشمش، وفينا أحط بعض الفستق. ابتكروا وأبدعوا وتفننوا على حسب ما بتحبوا. أعزائي بسيب الكوكيز أو البسكوت ليبرد تماماً على الكاونتر عندي في المطبخ، ما في داعي نعمل فيه أشياء، بينشف ويبقى شكله كتير لطيف وطعمه أطيب وأطيب. أتمنى هالوصفة تكون عجبتكم، ونشوف طريقة التقديم. بسكويت شوفان بالشوكولاتة، نصف كوب زبدة، واحد كوب سكر، نصف كوب حليب كامل الدسم، ربع كوب بودرة الكاكاو السادة، ربع ملعقة صغيرة ملح، نصف كوب كريمة الفستق الناعمة أو الخشنة، واحد ملعقة صغيرة هيل ناعم، 2.5 كوب شوفان، نصف كوب زبيب، نصف كوب مشمش مجفف مفروم، نصف كوب تين مجفف مفروم، نصف كوب فستق حلبي. أعزائي المشاهدين أشكركم جدا لمتابعة الحلقة. قضينا مع بعض وقت لطيف، وكان عنا 3 أطباق كلها لذيذة ومشهية. كان عنا طبق الاسباكيتي مع الخضروات المشوية بطريقة كتير لذيذة، وطبق صحي ولطيف،
وكان عنا صينية الدجاج مع الخضروات بتتبيلة برضو بالسماء ودبس الرمان، طعم جديد ومميز. أما الحلو فكان بسكوت الشوفان مع تشكيلة من الفواكه المجففة والمكسرات حسب رغبتكم. أعزائي أتمنى تجربوا هالأطباق وتستمتعوا فيها مع أفراد أسرتكم وأحبائكم.